أكيد هذا الكود اللي تشوفه أمامك بالغالب مو غريب عليك، هذا هو SQL. لو تلاحظ هنا مكتوب select star from products where price between 10 and 20. طيب لما تقرأ هذا راح تعرف أنه راح يجيب لنا مجموعة من المنتجات اللي أسعارها تتراوح بين 10 و 20. طيب كيف إحنا فهمناها بهذه البساطة؟ ولكن كيف هي راح تعمل عملية أو آلية عملها هي أكيد بغاية التعقيد، ولكن الكود اللي مكتوب هنا أنا هو وصف للناتج اللي راح نحصل عليه، وصف لشكل الديتا اللي راح نحصل عليها، وليس للخطوات اللي من خلالها نحصل على الديتا من هذا التيبل. إذن لما أني أشوف وصف للريزولت اللي أحصل عليه بدون وصف الطريقة أو الخطوات، راح أطلق على هذا الشيء declarative. So SQL is declarative، معناها أني من خلال SQL أوصف شكل الريزولت اللي أني أريده. طيب خلينا نكتب علامتين أصغر. كتبنا علامتين أصغر، خلينا نكرر علامتين الأصغر مرة ثانية. إذا كررنا علامتين أصغر مرة ثانية، الآن نرسم خط فوق هذه العلامتين الأصغر. الآن نكتب حرف O عن النهاية اليمنى للخط. الآن نرسم قوس، بعدها الآن نعمل روتيت لهذا القوس. الآن نضيف نقطة، الآن نضيف قوس آخر، وحصلنا على شكل فأرة. طيب احنا اللي عملناه الآن شرحنا الخطوات كيف نعمل رسم لشكل الفأرة، إذن شرحنا how to، وبعدها حصلنا على الناتج. الآن لو أطلب أعيد هذا الكلام وأطلب منك ارسم لي فأرة، فأنت راح ترسم الفأرة بهذا الشكل. إذا هنا أنا عملت explain the result، أنا طلبت من عندك result بدون إعطائك تفاصيل عملها كيف تعملها. إذا هذه هي طريقة أخرى. إذا الآن حنتعرف على مصطلحين imperative versus declarative. إحنا كل اللي اشتغلنا بسابق هذا الكورس كان عبارة عن imperative، واللي هو أني أوصف، يعني مثلاً أنا أقوم بجمع رقمين أعمل calculator، فإذا راح أخذ textView1.text وأحوله إلى integer على سبيل المثال، وtextView2.text وأحوله إلى integer، ومن ثم أجمعهم وبعدها textViewResult.text equal هذا الريزولت اللي حصلتها من جمع الرقمين. إذا أنا أبني أبسط application ممكن، إذا أنا شرحت الخطوات كيف أعملها، وهذا هو الامبيرتيف. أنا شرحت لأنه هذا الناتج ظهر بهذا التكست، إذا علمته خطوة بخطوة كيف يقوم بعمله. طيب خلينا نشوف مثال بلغة كاتلن. عندنا هذه لستة بيها مجموعة أرقام عشوائية 18 2 7 14 21 5 8. اللي نريده ككود أنه إحنا نعمل sort للأرقام الزوجية اللي بهذه اللستة. إذا أول خطوة أنا راح أعمل loop على كل الأرقام، ومن ثم راح أشيك رقم رقم، إذا كان هو رقم زوجي من خلال أنه هو موديل 2 أو ناتج باقي قسمته على 2 يكون 0، راح أضيف الليستة ثانية mutable list اللي هي filtered list، وبهذا الشكل. بعدها راح أعمل nested loop أو do while وداخلها for loop، وأبدي أمر على الريزولت اللي حصلته بالفلترد ليست. أخذ أول إندكس أقارنه ويا الإندكس اللي بعده، إذا كان أكبر من عنده، يعني مثلا هل 18 أكبر من 2 true، إذا راح أعمل سواب من خلال call function لسواب هذه. إذا دا أشرح خطوة خطوة كيف أجر العملية، ويبقى هذا الفلاج يتأبدت إلى true إلى أن أنهي كل الليستة وكلها تكون sorted. طيب الآن هذا كله هو وصف كيف، وصف طريقة عمل
والخطوات الكاملة لحصولنا على لستة للإيفنت سورتد نمبر من هذه اللستة العشوائية. وهذه هي الطريقة الإمبراتيف. الديكلاراتيف إحنا نوصف الناتج اللي نريد نحصل عليه. كيف نكتب ديكلاراتيف نفس هذه الفانكشن بكاتلين؟ هذا الريزولت. أنا عندي نفس اللستة راندوم نمبرز، راح أطلب أعمل فلتر إلها بواسطة فد فانكشن أخرى. هنا أستخدم أمرر فانكشن تو فانكشن أخرى استخدام الهاير أوردر فانكشنز، أو ممكن تستخدم لامدا مباشرة، ومن ثم بعدها سورتد. بهذا الشكل أنا وصفت عندي هذه اللستة أريدها تكون فلترد فقط للأعداد الزوجية، وأريدها تكون سورتد. إذا أنا وصفت شكل الريزولت اللي أريده، وهذا يسمى declarative programming. إذا الآن صار فرق واضح بين imperative programming و declarative programming. خلينا نتعرف على مفهوم جديد واللي هو اسمه declarative UI. هذا المفهوم راح يكون ويانا المدة طويلة بفيديوهات كثيرة إن شاء الله. طيب هذه button وبيها text اسمه add to cart. إحنا نشوفها button اعتيادية. طيب أنا راح أقرأ هذه البوتون بالشكل الآتي. هذه بوتون has a text. هسا أنت الطبيعي ممكن تذكر لي أنه دائما البوتون لازم بيها فت caption, label, title, text. ليش نذكر أنه بوتون تحتوي على text؟ لأن يعني بهذا الشكل أنا دا أوصفها. يعني أسهم راح أوصفها بشكل، خلنا نكون أقرب للشكل البرمجي. هذا ما تابع لأي framework ولا أي لغة معينة. ولكن ماذا لو كانت هذه البوتون نفسها هي تحتوي على icon also أو تحتوي على image؟ فاللي راح يصير بهذا الشكل button has icon and text. إذن دا أوصف الشكل النهائي اللي أحصل عليه. بدل ما أني مثلا أستخدم button.setText no، أنا راح أذكر أنه هذه البوتون has text أو button.setDrawable start no. أنا تلقائيا عندي هذه البوتون تحتوي على آيكونة وتكست. أنا دا أوصف الناتج النهائي. ما دا أجي أكون وأضيف خاصية خاصية وأعدل على خاصية خاصية. هذه فكرة بسيطة عن الديكلاراتيف يو آي. طيب بالنسبة للديكلاراتيف يو آي بمجال الموبيل ديفلوبمنت، فبدأ معه بالغالب أول استخدام واضح له وبرودكشن حقيقي هو رياكت نيتيف، وأيضا فلتر الكروس بلاتفورم يو اي فريمورك، وبالنسبة للنيتف اي او اس ابليكيشن سويفت يو اي، وبالنسبة للاندرويد ديفلوبمنت جيت باك كومبوز. تعالوا نتعلم جيت باك كومبوز سوية بهذا الكورس.